بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة آل عمران. الدرس 16. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله سبحانه: أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. في هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا أنه يميز بين عباده سبحانه وتعالى في يوم القيامة، فيجازي أهل الإيمان وأهل الإحسان بالإحسان، ويجازي أهل السوء بالعقوبة، وأن جزاء الفريقين ليس سواء. فمن اتبع رضوان الله أي عمل بطاعته سبحانه وتعالى وما يرضيه سبحانه وتعالى لا يتساوى مع من رجع بسخط من الله. فالله جل وعلا يسخطه الكفر والشرك والمعاصي ولا يرضاها سبحانه وتعالى لعباده، ويغضب عليهم، فلا يستوي هذا وهذا. فلا يجازي الله جل وعلا المحسن بالعقوبة، ولا يجازي المسيء بجزاء المحسن، لا يجازي المسيء بجزاء المحسن، ولا يجازي المحسن بجزاء المسيء، بل كل يجازيه بعمله. ولا يستوي هؤلاء وهؤلاء لا في الدنيا ولا في الآخرة. قال الله سبحانه وتعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون. قال سبحانه وتعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وقال سبحانه وتعالى: وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما باطلا ذلك ظن الذين كفروا فويل للذين كفروا من النار. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقال سبحانه وتعالى: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. قال سبحانه: أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون، وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. فلا مساواة بين أهل الإيمان وأهل الكفر وأهل المعاصي وأهل الطاعات، لأن هذا يتنافى مع عدل الله سبحانه وتعالى، فهو يجازي المسيء بإساءته ويجازي المحسن بإحسانه، فهو يجازي المحسن بإحسانه فضلا منه سبحانه وتعالى، ويجازي المسيء بإساءته عدلا منه سبحانه، وإن شاء عفى عنه بمنه وكرمه إذا كان ذنبه دون الشرك والكفر. أما الشرك والكفر فإنهما لا يغفران، كما قال تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الشرك الأكبر والكفر الأكبر لا يقبلان المغفرة ولا يدخلان تحت المغفرة إذا مات الإنسان عليهما.
فهذا فيه بيان عدل الله سبحانه وتعالى. أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله ومأواه جهنم، أي مصيره ومستقره يوم القيامة مأواه جهنم، ليس له مأوى غير جهنم، وبئس المصير، بئس المصير جهنم، بئس المصير الذي يصير إليه هذا العبد الذي باء بسخط من الله، فإن مصيره إلى النار، وبئس المصير والمرد، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذا فيه حث على طاعة الله عز وجل والتماس رضوانه، ونهي عن المعاصي والسيئات وكل ما يغضب الله سبحانه وتعالى. ثم قال سبحانه وتعالى: هم درجات عند الله، هم درجات عند الله في أعمالهم يوم القيامة. المؤمنون يكونون على درجات بحسب أعمالهم، فمنهم من هو في أعلى الدرجات في الجنة، ومنهم من هو دون ذلك، وأهل النار في دركات من دركات النار، لأن النار سافلة والنار والجنة عالية، فهم في دركات، بعضهم أشد من بعض. والمنافقون في الدرك الأسفل من النار، ولن تجد لهم نصيرا. فالناس عند الله يوم القيامة درجات بحسب أعمالهم، فإن كانت أعمالهم صالحة فهم في درجات الجنة تفاوتون بأعمالهم، وإن كانوا من أهل الكفر والشرك والمعاصي فهم في النار، وينزلون منها حسب أعمالهم وكفرهم وشركهم ومعاداتهم لله ولرسله. ثم قال جل وعلا: والله بصير بما يعملون، هو لا يخفى عليه أعمالهم، فلا يمكن أن ينزل المؤمنين في درجات الكفار، ولا أن ينزل الكفار في درجات المؤمنين، ولا يمكن أن يظلم أحدا فينزله دون منزلته سبحانه وتعالى، لأنه بصير بما يعملون، لا يخفى عليه شيء من أعمالهم وما يستحقونه من الثواب أو العقاب. ثم إن الله سبحانه وتعالى بين فضله ونعمته على المؤمنين، فقال جل وعلا: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. ذكر الله عباده المؤمنين ببعثة هذا الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، ويؤكد هذا باللام الموطئة للقسم، أي والله، تقدير والله، لقد من الله على المؤمنين، على المؤمنين خاصة، لأنهم هم الذين انتفعوا بهذا الرسول صلى الله عليه وسلم وآمنوا به. وأما الكفار الذين لم يؤمنوا به فقد قامت عليهم الحجة، لئلا يقولوا يوم القيامة: ما جاءنا من بشير ولا نذير. إذ بعث فيهم، أي أرسل رسولا هو محمد صلى الله عليه وسلم، من أنفسهم، أي من جنسهم، من جنسهم ومن نسبهم وبلغتهم، وذلك من تمام النعمة، فلم يجعل الرسول إليهم ملكا من الملائكة، ولم يجعل الرسول إليهم بغير لسانهم لا يتفاهمون معه، ولم يجعل الرسول غير معروف لديهم حتى يشكوا في خبره، بل هو رسول منهم، يعرفون نسبه ويعرفون
صدقه ويعرفون أمانته عليه الصلاة والسلام. وهذه سنة الله أنه يرسل الرسل من جنس المرسل إليهم من أجل أن يسهل التلقي عنه ومساءلته ومراجعته. وفي قراءة من أنفسهم، من أنفسهم بفتح الفاء، بمعنى أنه من أطيبهم نسبا ومحتدا، لأنه صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وبنو هاشم من قريش، فهم أشرف العرب، أشرف العرب قريش، وأشرف قريش بنو هاشم، والرسول صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، فهو خيار من خيار من خيار في نسبه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى قوله من أنفسهم. ثم بين سبحانه وتعالى أن هذا الرسول جاء هؤلاء المؤمنين، هؤلاء العرب، يتلو عليهم آياته، أي يقرأ عليهم القرآن الذي هو أعظم الكتب السماوية، الذي ما نزل كتاب من السماء أعظم منه. وهذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يجعلنا من أتباع هذا الرسول، وأن يرزقنا حبه واتباعه والاقتداء به، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.